خلاص اللي هم اتاكدوا ان انا يعني فبقيت اسلم وعمال اقول لهم بكره احنا مع بعض. راح عشان نفس دلقيه مش اي دلقيه مش اي دلقيه يعني. انسى هتعمل ايه يا محمد؟ ايه؟ تفكر ولا عمري كله؟ لا انا بتحطوا لي زبده بقلب المي. انسى اللي نحرت ولا على طول طول ما تسيبش زعلك مريته. افرح شوي واضحك شوي كده خلي روحك عالية وها ويا قلبي غني كمان وكمان قصة الغناية لكل مكان كده كفا. وانا لو علي دلوقتي جاي يعني خلي وشك في تشيب حلو. لا لا سيبيه عامل تشيب كده حلو ما تنيمهوش. انا اللون على فكرة مش على حاجة. ايوه اللون والتشيب كمان ده حلو قوي احسن من ورا. ايوه احسن من ورا بكتير طبعا يعني بكتير بكتير. في تشيب كده فعامل الوش طيب. عملت كراتين ميدو حلو قوي. ميدو عايز اعمل كراتين. لازم لما نشوف بس ابوك الهادي ولا اروح هتيجي ان شاء الله. بص هنا مفيش حته شفت هتشوكه ميدو شوف مفيش ورا الكراتين ما بيخليش حاجه. شوكه شوكه ميدو انت مضروب فيا هلا اكيد طبعا. هو من زمان يا عمان من قبل كده حرام عليك ولا انا اكتر من اختك. طيب انا بحبك يعني وهي عارفه يعني انا ايه يعني مش مستني البداية. انا كثير بحبك ميدو مضروبه فيك. والله وانا كمان سلام عمرو يا عبد السلام. ايه بقى؟ مرحبا يا فندم. كده حلوه جدا. هيتعامل لا اكثر من كده عادي. يتفرد كمان هيكون حلو قوي. كده انا شايف انه حلو قوي. محمد زين الحين شنو موضوع شاكيرا يعني شنو؟ شاكيرا هيلة. لا بسام سلمى ليش؟ لا شاكيرا هيلة. هيلة على سلامة. شنو الفرق بين رقصة شاكيرا ورقصة أميمة بالأوبنينج؟ في فرق ولا نفس؟ أتوقع نفس الشيء نفس الرقصة بالضبط. يا جماعة لا ما شاء الله بجد ما شاء الله بجد لا بجد فظيعة ما شاء الله يعني وحش على المسرح وحش في إنرجي رهيبة يعني. أنا اللي مزعلني مش عايز أطلع من البرنامج على خاطركم أنتوما والله. أنتوما؟ والله حتى أنا أنتوما. قول منيح الخاص ها؟ والله الخاص يكون جاب كينج بين طيب. كثير طيب شوفه. محمد أميمة بالأغنية. عبد السلام مين اللي مصحيك لحد دلوقتي يا عبد السلام؟ عندك بيان بكره؟ يا سلام اسمع شو؟ عبد السلام؟ مش عندي عادي بس قعدت عشان طيب كثير والله خلاص والله انت عشان تاكل وتحش ليه؟ سمعت ان شاكير بطي بس مطاعم جاهزه ما اكل شاكير محمد هم يبقى في الاوبننج بالرقصه شوف ايوه صغيره بس كلمة عيوني شلون عملها شوف هي اليسار طبعا لازم طالع الخصر لازم لا 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 برجر كينج برجر كينج برجر كينج يا طبق يا حلو شعري عن جد هدي طبقك والله حلو والله حلو ما يطالع يطالع واحد من الجمهور عايز ايه يا تفيه
ايه ده شلل الحاج ايه مش عاجبك راسي هاد ولا ايه يا جماعة مهمة احمد احمد طبعا على السلامة رح ياكل معنا تمام احمد انا بعمل كده يا مهمة بذمتك انا بعمل كده بذمتك بذمتك حرام ليه كتير بشعته قلة ادب وطيانة اوه هيك هيك صار قرد عم يرقص يا انا ما اكلت السويت تبعي اولا فيه بعد فيه اميمه اصلا عشان ما شفته شو اميمه نعم شفتي ما بطل راغي بقى على السلاح صار لك زمان ما عيطت لي كثير هيك على كل يوم بتعيط لبظلامير اميمه شفتي ده دوق بالدلعونه بالتبلو اميمه لا اميمه اميمه نعم ده دوق بالدلعونه شوي أمي سلام لله شو حبيبي تعا قل دادو بدل هون ها كل شيء قاعد يطير منك ليك على شو بدك تدلعن على دلعونة لا شو كيف قالوا شو مقطعوا هيدي الدلعانة نغمة قديمة شو رقصوا عليها وشو رقصوا قال شفشة وبعرف شو قال شفشة وشفشة مايل لا لا خد كتب يا أيما نعم شو يلا بس بدي عم فتش على شوكة ما في شو في يا عم وين راح الشوك؟ شو بيعني شوك غير عادي؟ وانا عاملة نفسي نايم وانا عاملة نفسي نايم كريم والله مغنية ضحكني كلها كوم حق احمد كريم كامل هذا مو حبيبي بيجيك عليك كومنتات؟ ايه بدي اغسل ملعقة بالمرة كثير بيتعبوا الصبح اللي بينظفوا شوف طلع طلع حواليه شو مريض كثير شو كيف بيطلعوني غسلوني احنا على قد ما نقل على قد ما تكون اكثر هاي ليه بقى مش عارف واحد بيحاول يغسل والله كل واحد يغسل ما تصير هذا الهجم يا عمي بيعجبوا نعطيني شوية بطاطا ها من كم انا كم واحد صورت خود ميدو لا معايا معايا مش قادر والله خود لا ما حدش بطاطا بس فين؟ انا كم واحد صورت هو معجبة معجبات صح؟ من بنات كله محمد خود لا لا يعطيك العافية مع لا مع حوالي يعني 10 يعني 10 اللي جيهم معايا وفي ناس من ورا بقى اللي هم ما كانوش في المنطقه بتاعتنا احنا عاملين صوروا عاملين اللي في الدكاتره قبضي عاملين اللي في الدكاتره قبضي ايه؟ عايزين دي رافضي ابني خلاص دي هفضل امسك يقولوا لي ما تنفعش قالت اه روتو نايت ما هيبز اون نايت خالص البومها كله الله كل الرياضيين يا احمد يحبوا شكيرة ليه؟ هاي بتعرفوا تعمل اوبننج تبع اي كيس هي كسر عرض يشقوني يشقون هذا المرة يا معلم عشان يتوكا وكا الدنيا تقلب اخر اغنية شو حطت مع الجمهور؟ في اول حفلة قالت انها مبسوطة؟ كان من زمان نفسها تعمل حفلة في لبنان هي مش لبنانية؟ هي لبنانية واهدت الحفلة لابوها ابوها لبناني ها؟ ازاي لبنانية لك؟ هي لبنانية يعني؟ لبنانية كيف امها من غير بلد وابوها لبناني بس من زمان سايب ما يعني بس تتكلم عربي؟ شوية يا ابني اشهر المشاهير في العالم عاملين حفلاتهم في لبنان لا غلط
الحفله كانت تحفه تحفه، انا انبسطت جدا بها. ايه لك وبعدين قاعد بتخيل ان حفلتك تبقى فين؟ انا اول ربع ساعه منبهر بالجمهور والستيج اللي هو يعني ان شاء الله في بالداون تاون عملوها الحفله. يعني وين عرفتها؟ ان شاء الله يوم من الايام حفلتي تبقى كده. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. الله يسلمك. شكرا يا عيني. يا احمد اخواني يا نورم اصحابي اقول له تخدم بلا سكيرة، انا بلا سكيرة بكره فاضي يعني. يزعل يزعل مو زعل يعني، لا يزعل 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 فاضي بعرف ما يعرف انجليزي ولا شيء. حافظ اغاني ايش كثير عالم ولا فاضي؟ يقول لك 10,000 هذا اللي جنبه بس. شو انت ميدو؟ هنا في الاول قاعد ربع ساعه ما حدش يعرفني. انتوا ايه؟ ايه؟ نفسك تروح الحمام ويندهولك بقى. لغايه لما في حمام ميدو؟ حمام ايه؟ حمام. طب لو اتزنقت تروح فين؟ اتزنقت ايه؟ ايه الاسئلة دي؟ بس سأل. لا بجد عمري ما اتزنقتش. طب ليه ما اتزنقتش؟ تروح الحمام ليه؟